مرحبا بكم مجددا بعد الفاصل الإشاري. نرجع لك السيد الوزير صابر بوعطي، كلمة عن مباراة الاتحاد. طلبت الكلمة، هل من إضافة في هذا الموضوع؟ كفاية، تبارك الله، سي عبد المجيد قال كل شيء. نقطة برك، راهو الاتحاد المنستيري عنده لاعب هام جدا، ملعب الزادة، ونظر للإفكتيف اللي عندها صغير برشا، ممكن من الناحية الهجومية ما قدمش البرة نظرا لغياب اللاعب هذا. لكن اللي مقلقني في اليسار مش الجمهور، لأنه الجمهور الفوق ما تضربش الجمهور المستير. اللي صار أنه الاتحاد الرياضي المنستيري لهنا الجماهير بتاعت زاير دخلت بالباسبار من غير تيكيات وما غير حتى شيء. يقولوا العكس، هم معاملة على الصفحة الرسمية نتاعهم بعد مباراة الذهاب عندهم استياء، قالوا تذكرة ب 50 دينار ولا 60 دينار. لا مش ب 60 دينار. لأني قلت لك وتعدت في التلفزة أنهم يشكروا في الأمن التونسي، وري باسبورك وادخل. وتعدت في التلفزة ماتش ستاد هذيك، ماتش لا لا حتى ماتش المستير قبل، لا ماتش المستير حتى نوريك البيان نتاعهم. أي خلاص مخك واضح، دخلوا حتى في ماتش المستير. اللي قلق أنه اللي قام بالأعمال هذه ناس مسيرين، عدم إعطائهم التيران باش يلعبوا فيه مسألة تنظيمية، وطلبوا ما قاوش حتى تجاوب، يوصلوا للتيران ساعة غير ربع قبل الماتش، وما يلزمهم يوصلوا قبل بساعتين، حتى البريباراسيون فيزيك، وهنا اللاعبين اللي لعبوا ينجموا يأكدوا ذلك باش يحضروا جوارات والكيني وغيره، راهو عنده تأثير حتى على الناحية البدنية في المقابلة. هذه كلها مسائل تنظيمية، فما مسألة تهم الأمن أيضا، كيفاش تدخل الناس هذيك وتعتدي؟ ما تصيرش عندنا في تونس، ما تصيرش في حتى بلاصة أخرى. أعتقد أنه الموقف اللي صار يحتاج إلى وقفة حاسمة من وزارة الرياضة وخاصة من الجامعة، واحتجاج رسمي. وأنا ندعو الاتحاد الرياضي المنستيري مع احترامنا للإخوة الجزائريين أنه يواصل على الكاف. اللي صار في ماتش الترجي عمناول تاع المنشار ماهوش أكثر من اللي صار في الجزائر. إذا كان ما شفناش عقوبات تماثل ما تعرض له الترجي الرياضي التونسي، فأحنا ولينا محقورين أو محقورين كما يقولوا في الكاف. هذا راجع للأسباب اللي ذكروها الإخوة الكل، راهو مش أول مرة. الإتوال وقت اللي هزت الكوب دافريك ضربت من شكون؟ مش من الجماهير برك، ضربت حتى من أمنيين في مصر. سي اس اس كذلك، كلوب، تراجي، الناس الكل ضربوا وما شفناش احتجاجات. اليوم راجع هذا لأنه ما عادش عندنا حد يدافع علينا. اليوم راجع أيضا لأنه تونس وصلت إلى حالة من الهوان على مستوى التسيير الرياضي، وقت اللي ولينا صناع عند لقجع وصناع مع احترامنا للشخص عند هاني أبو ريدة باش نطلعوه للفيفا، هذه النتيجة اللي نوصلوا لها ما عاد يعتبرك حتى حد. احنا اللي وصلنا روحنا للنتيجة هذه، والوقفة يلزمها تكون حاسمة حتى دبلوماسية. لابد من أن نقف وقفة حاسمة دفاعا عن الرياضة التونسية. نأكد لك مش تتعاود مع الترجي الرياضي التونسي، مش تتعاود مع سي اس اس مستقبلا في العديد من المقابلات، خاصة إذا كنا مش نواجه فرق مصرية أو فرق مغربية أو فرق جزائرية أو حتى فرق نتاع نيجيريا ومتاع غيره. سيد الوزير، تأكيد لكلامك بنسبة 100%. الأسبوع الفارط ماكش معانا هنا، أعطيت خبر حصري في أكتوبر، فما جلسة لتنقيح القوانين في الكاف، ستنقح القوانين من أجل عيون هاني أبو ريدة. 70 سنة كان السن القانوني سقف، توا ما عاد السقف حتى 85 90 سنة تتعدى تشد المسؤولية لهم هنا من أجل إرضاء الناس هذوما. وكلامك 100%، احنا للأسف شادين نتكلموا. توضيح صغير برك، توضيح صغير برك، نكمل كلامي مربوط ببعض كمان ومن بعد نعطيك. احنا ديما طارق بوشماوي فلان فلتان، أنا مريت حتى مسؤول ضرب على كرة القدم التونسية، مريت حتى مسؤول يحس على كرة القدم التونسية. فما ناس ضربوا سابقا، سي طارق ضرب، سي شبوب ضرب، المرحوم سي معلول، لكن بعدها مع 12 سنة مع المنظومة الفاسدة خلينا الكاف هي اللي تحكم فينا والفيفا هي اللي تحكم فينا. واليوم كورتنا مستعمرة من الفيفا أبينا أم كرهنا. اليوم الفيفا الجامعة ما تنجمش تحط كيت في إبرة إلا ما تشاور الفيفا. شكون وصل؟ ما تنجمش تعين حتى واحد
حتى قراره وباش نحكيوا عليه القرار، هل ان السيد كمال يدير فعلا فاعل في المكتب الجامعي الحالي والا يديهم قايده؟ لا، الوضع المرير اللي وصلنا له، ونضم صوتي لصوت سي صابر، احنا وصلنا رواحنا لهذا المستنقع. اخر اذا هو كمال. توضيح من طرف من الاتحاد المونستيري، معناتها للامانه لازمني نقوله من باب الامانه العلميه، يقول لي صحيح راهو من الاول عملنا تساكر، اما راهو قبل المباراه وقع الاتفاق دخلوا بالباسبور. قال لي لانه المسؤولين نتاعهم دخلوا. لهنا نرجع انا نقول برافو، معناتها مسؤول الاتحاد المونستيري انهم دخلوا الاخوه الجزائريين بالباسبور، لكن هنا يقعد نفس العتب نتاعي على مسؤول الاتحاد المونستيري في الروتور. انا خويا تضرب لي الملاعب نتعرض للعنف، لانه جوان القوبانتيني وبعث لك، ظهر لي كان تذكر البارح فيديو على مشاهد الاعتداء في المانكورونت في الميتون. دونك اعتقد انه المسؤولين انا ما نرجعش. نكمل معك سي صالح، اخر اضافه عندك انت. صاحبي انا نقول الاتحاد المونستيري مش كاش كل به مراقب المباراه والحكام ما شافوش اللي صار في الفستير هذاك، ما شافوش الفوضى العارمه، ما شافوش العنف. نستناو التقارير تو دابور، خلينا نشوفوا التقارير تاع الحكام ونتاع مراقب المباراه شنو باش يدون، هذه حاجه. واثنين كلكو سوا التقرير وكلكو سوا باش يكتبوا، الجامعه مطالبه والاتحاد الرياضي المونستيري والملعب التونسي مطالبين باش يتذمروا باش يتشكاو قدام الكاف، على الاقل تبدا عندك حاجه مسجله. نفس مش الكلام اللي قالوا سي صابر، شاطروا فيه الراي، شاطروا فيه الراي. واضح. حاجه اخرى صاحبي، ونختموا برا، ونختموا، راهو العلاقات اللي تربط الاشقاء التونسيه والجزيريه علاقات كبيره بصراحه، هذه سيتون بروميير. عندنا برشا لعبت على مستوى الفرق الوطنيه، على مستوى الانديه، الترجي، النجم، الناس كلهم مشات، عمرها ما صارت. شنو اللي خلى، شنو اللي فما صراحه؟ بغير ما نلوثوا على الاسباب، الاتحاد الجزائري لكره القدم مطالب فورا بالاعتذار للجامعة التونسية لكرة القدم وللهيئة المديرة للاتحاد المونستيري. هذا أقل واجب يلزموا يعملوه إخواتنا في الجزائر. ونعاود نقول هذه الفئة الضالة لا تمثل طبعا الشعب الجزائري العريق اللي الناس نحبوهم ويحبونا ومرحبا بهم في تونس، وديما يلقاو الترحاب والتبجيل والقدر. السياسات كاو ما كاو 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 يلزم في كل شيء، خلي يظلم خاطر تنجم الكره. سي صابر وحكي سي صالح باش تعاود انت، لا لا لا، كل فرقه تنجم يجي فرق تونسيه في القرعه تاعها. واضح واضح، كي يبداو من غير جمهور يكون خير. سعد نجيد، النادي الصفاقسي ينتصر هدف مقابل صفر ويمر لدوري المجموعات، ونتصوروا باش يشوفوا السياسات في وجه اخر، لانه الحاجز النفسي اللي كان يكبل السياسات يبدو ان انزاح مع مباراة البارحة.